حبسوا علينا الماء، ما لقينا منين نسقيو. شي 8 مات، ما كاينش الماء، ما كاينش الماء. ما لقينا منين نسقيو، بوليداتنا صغار، ما لقينا حتى شي بير هنا، لا شي منين نسقيو والو، بقينا حوايجنا مسخين، ولادنا مسخين، لا ما لقينا منين نشربوا لا والو، ما لقينا منين نسقيو والو. وحبسوا علينا الماء، قطعوا لنا دابا 10 ايام، هادي مات 11 يوم، بلا منين غنسقيو يا. لا عوينة كاينة، لا بير كاين، لا منين تسقي، لا ما والو، هذا المشروع ما عدو لا ما لا والو، الناس غنمشيو للمشروع الله ونطلبوا الناس غيعطيوك اليوم، يعطوك غدا، يعطوك ما حتى واحد اللي دقيتي عليه يقول لك اسيدي ما عندناش الماء. نحن كنتواجدوا حاليا بدوار ولاد بن عمر المسالحة بوذكورة. هاد الدوار اللي هاد الدوار ومجموعه من الدواوير الاخرى اللي كتعاني من انقطاع المتكرر ديال الماء الصالح للشرب، مع العلم ان هناك غياب مصادر للماء من غير هذا المصدر. يعني الناس كتضطر انها تنقل لاماكنه بعيده باش تجيب الماء، وهذا المشكل راه كنعانيو منه دائما. يعني انقطاع ديال الماء كيف ما قلت متكرر بدون سابق انذار. يعني هناك مشاكل جمه يتخبط بها مجموعه من الدواوير، تتخبط بها مجموعه من الدواوير، الغياب ديال العوادم يعني الماء ديال الصرف الصحي، الانقطاع المتكرر كيف قلت، يعني هناك مشاكل جمه. تاخذوا انتم الماء؟ الماء هنا كاين، يعني هناك واحد المصدر هنا بواحد الاقامه ديال لا شكون الجهه اللي تتعطيكم الماء؟ جمعيه ولاد بن عمر هي المسؤوله عن تزويد هاد الدوار بالماء الصالح للشرب. الماء مقطوع علينا دابا 8 ايام، الماء ما كاينش عندنا. كيفاش القضيه ما عندكم؟ كيفاش تدبروا الامور ديالكم؟ كنمشيو نسقيو من هاد المشروع للور، المشروع للور حدا القهوه تما فين تالقين، مخرجين الناس واحد الروبين كيسقيو الناس. يعني تما دابا ما عندكم لا ما تاع الشريب لا تاع الشقاله؟ لا والو، ما كاينش الماء. وانت كنسقيو الماء اللي كنصبن به في هذا القادوس ديال الشتاء، ما كاينش الماء. كل ما نزلتش هاد الامطار ما غاديش ديروا والو، ما والو، الماء ما كاينش. تقريبا من اليوم هذه شي 8 ايام هذه ما كاينش الماء. طيب شي التاول ديال الخير. وفاش اتصلتوا مع الجمعيه اش قالوا لكم؟ وقالوا لكم اسيدي خسرات البومبا، ما عرفتش اش كيقولوا. يعني البومبا اللي تعطيكم الماء هي خاسره؟ وي هادشي اللي قالوا، ما عرفت. شحال من عام انت ساكن في هاد الدوار؟ شي 20 عام تقريبا.